والتي أصبحت خربا في هذا العالم. لا أرعى الإبل في أغنات، على أن أرعى الخنازير في طويلات. لا أرعى الإبل في أغنات، على أن أرعى الخنازير في طريدلة. إذا ضم عرشك للكنيسة وعش بيننا بسلام. لن أدفع أي ضريبة لأعيش على مزابلكم. لقد بعتم الرخيص والنفيس. لن تصبح المكسبات حانات ومراقص. نشارك بمسرحية تحت عنوان لعبة الشطرندلس. هذه المسرحية التي اسمها اسم مزجي بين الشطرنج والأندلس. اخترنا هذا الاسم لأن المسرحية تلعب فوق رقعة الشطرنج جسدناها من خلال الديكور وقطع الديكور، والأندلس مكان الحدث الدرامي الذي نتطرق إليه في المسرحية، وهي معركة الزلاقة الشهيرة، بحكم أن لعبة الشطرنج لعبة المعركة والحرب، وكذلك معركة الزلاقة هي معركة تاريخية خالدة بين الأندلسيين وبين القطلانيين. لكن هذه المعركة نستحضرها كأطلال تاريخية وبكاء ورثاء على ما تعرض، ما كنا عليه وما أصبحنا عليه، أصبح عليه معتمد هذا الزمان الذي طرد من الأندلس في عصر الموريسكيين، والتي إن استمر امتداد طرده إلى احتلال الصحراء المغربية، والتي ستقام فوقها المعركة الثالثة، المعركة الحاسمة، والتي يتفوق فيها المعتمد وابن تشافين على ألفونسو وكذلك غريمه وكذلك مؤيده الانفصالي الوهراني عن طريق لعبة الشطرنج التي تحرك فوق بها الممثلون في حركة بيوميكانيكية عن طريق الدوائر المغلقة وأنصاف الدوائر في اعتماد الإخراج الاحتفالي المتجدد الذي خلده في أعمالنا المسرحية حتى يبقى راسخا، لأنه مسرحنا التراثي المغربي الأصيل. الشطرندلس اللي هي مسرحيه تلعبات في 2011، دابا هذه 11 سنه لعبناها بواحد ليكيب ديال ديك الوقت، كنا لعبناها وخدينا بها جائزه في المهرجان الوطني مسرح الشباب في ديك الوقت، وحصلت على دعم الترويج المسرحي في 2012، قمنا بها في جوله في ربع المملكه والى اخره. اليوم هذا العام بعد 11 عام جات فرصة ديال مهرجان الشباب ديال جمعية أصدقاء محمد الجم، حسن الفايز اللي هو المخرج المسرحية قال لي علاش ما نعودوا الشطرندلس بإكيب جديدة وبنفس جديد وبأحاسيس جديدة. قلت له علاش لا، دوا معي. قال لي تخدم لها موسيقى لايف، قلت أنا معك، وداك الشيء اللي كان وجدنا مع الدراري وخدمنا معهم، عطيناهم ديك شويه اللي تعلمنا في هاد السنين، عطينا لهم وتقاتلنا معهم، والحمد لله داز العرض في اجواء مزيانه. كان التنظيم زوين، كان البوبليك كان هو زوين، رياجة في الوقيته اللي خصو رياجي فيها الى اخره، والحمد لله. كيف المهرجان كل باسمه، شكرا جزيلا لكم على هذه اللمه الفنيه المسرحيه بامتياز. شكرا للجنه التحكيم،
مستقبلين الاهرام المسرحيين حاضرين معنا. تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.